سيدي الاسم الكريم عبد الله نجم عبد الله الراشد. الراشد في نسب بين الرفاعية والراشد؟ اي فيه فيه، خاصة من صوب محمد السيد خليل. محمد السيد خليل الرفاعي ولد عمي محمد السيد محمد خليل الرفاعي. سبحان الله. اي يا العم احنا وياه. الله. اي والنعم. النعم فيكم. بيتهم في الجابرية. ايوه ما شاء الله رجل. ما تروح ديوانيتهم عيل انت. انا والله لست برجل الدواوين، انا يعني مثل ما يقولون سيارة خاطفة يوم الاثنين والله ما تخلى، ومساعد للناس. سيدي نبي نأرخ بتاريخ الكويت في ليجكم القديم. والله حنا انا كنت صغير، انا في من اهل جبلة، بعدين طلعنا هنا الله يسلمك الشامية، بس هذا الشامية انا ولادة الشامية. من تذكر من جبلة؟ تذكر احد؟ هلا هلا سيدي بقعان. سلام ورحمة الله، حياك الله. كيف من تذكر من اهل جبلة؟ جيرانكم والدك؟ نأرخ في تاريخ. والله ما أذكر، أنا طلعت بالشامية. أنا ولادة الشامية مو ولادة. أي سنة؟ من 55. الله. أنا ولادة 56. سبحان الله. زين منو أي قطعة أنتم بالشامية؟ ثمانية. منو جيرانكم أول من سكن فيها بالشامية؟ جيراننا الشطي، العبود، البقلي، العصفور، بعد العامر، احمد العامر الله يرحمهم، ابو علي، يعني ما شاء الله هذول. هي الشاميه توزيعتها شوي غريبه بالارقام، مني ومني هي ثماني. اي اللي فيها الصقر ولا اللي فيها الشايع؟ لا اللي مسجد الصقر. ايوه بظهرنا. ايوه انتم ثمانيه. احنا ثمانيه. وكان التواجر. اي تواجد ما اذكر والله الباقي. والقطان موجودين. اي والقطان اللي ورانا السطره هذول. صح. الحين بسالك، طال عمرك مركز الشباب كان من قديم من اول ما تاسس؟ لا لا، قبل كان مركز الشباب عشيش. والله. اي قبل عشيش مركز الشباب هذا. سبحان الله. اي ماكو مركز شباب، ماكو مدرسه سكينه، هذه الحين صارت بعدين معهد، الحين سووها مواقع حديقه. صح. اي زين، طال عمرك منطقة الشامية يقولون إن هي في الأساس كانوا ييونها أهل الشام. أي قلب كان قلبان ما قلبان. لحقت على شيء من القلبان شفتها بعينك؟ إحنا بيتنا في الشامية جليبين فيه. لا زالوا؟ لا ولا زالوا، صارت قاع الدنيا. سبحان الله. بس اللي بيحفر يحفر سرداب. اي والله يقعد احنا بقطعة ثلاثة يقعد يزعب، يقعد يزعب ماي لمن يموت، لمن يموت. بس حطوا مضخة طال عمرك. قبل عشر سنين صوب النصار خففت شوي. اي بس ماكو. الدرس اليوم لا تنسى. عرفت؟ اي خففت بس ماكو. اللي يبني يبي يبني سرداب. اللي يبي يبني سرداب يحفر، الماي ينز ما يفك الماي خلاص. هو من ما صح احد يبني في الشاميه سرداب. صح. هي من اشهر شخصيات بقطعه ثمانيه الدعيج. اي الدعيج الاصل كانوا في شويخ با. سبحان الله. اي والبناي. اي البناي عندنا ابو سمير. ابو سمير توفى الله يرحمه. الله كانوا يانا نروح مسجد بن تيميه قطعه ثمانيه الصقعوبي الاعمى. اي الصقعوبي ومناك مني صوب ابو بكر الجسار مال الجسار. صح. عيال الجسار. صح. وفيها بعد طال عمرك ابو ايهم العمر والفليج الله يرحمه توفى. صح صح. والقبندي كان واحد بعد يصلي. والقبندي والقبندي فيها الحين ما شاء الله ديوانيه اليتامى والعبد المغني. هي اليتامى بقطعه ثمانيه بس مناك صوب. صح. جبال كيفان يصيرون. وكان الإمام المسجد اللي صلي فيها له أتذكره بعد. إيه إيه. سبحان الله دنيا. إي والله. جزاك الله خير على. الله. جزاك الله خير. فرصة سعيدة. تسلم طال عمرك. راشد كم عائلة؟ وايد الراشد بالكويت. الله. وايد. يمكن ولا عشر عوائل أو 12 عائلة. بس اسم حلو. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل واحد له من اسمه نصيب، فانتم راشد وان شاء الله. حتى في واحد مع كتب الوالد سيد يوسف الرفاعي. نعم. راشد الراشد. اي نعم. واذا شفت محمد الرفاعي قول له، قول له عنه، قول له قول له الراشد الشاميه. شوف شو يقول، يقول لك عيال عمنا معروفين. حياكم الله سيدي. من اول من سكن الشاميه؟ حلو. والله احنا سكننا الشاميه كانت عشيش. والله من حقه؟ ماكو أراضي حق الدولة يعني. كان يقولون بعد الرشايد سكنوها قديم.
يمكن والله ما ادري. المجرين الرومي المختار لحقت عليه هو وعقاب الخطيب كانوا هذول موجودين. والعثمان هذا مكانهم والعثمان بول الشاميه من هناك عثمان الراشد جمعيه شاميه لحقت على تاسيسها لحقت احنا في الشاميه وتاسست الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية وإحنا نأرخ في تاريخ الكويت ومشكورين. جزاك الله خير. ومنو سماها الشامية؟ والله أنا أفتكر أنه على الشام كلمة يعني منو اللي أطلق الاسم؟ ما أدري والله. يا رب نحصل واحد يدلنا على هالمعلومة. شكرا سيدي.